ابطال الالعاب البارالمبيه اللي الحقيقه شرفونا وجابوا لنا ميداليات يمكن اكتر من الاصحاء. معانا 16 منهم في الاستوديو، هنحاول نقسمهم على فقرتين علشان نقدر ان احنا يعني الاستوديو بتاعنا يستوعبه، ما يكون معانا طبعا اعضاء اللجنه البارالمبيه المشرفين عليهم، والحقيقه اللي بنحييهم على مجهود كبير جدا. الخبر السعيد هو انه بالفعل النهارده صدر القرار بمساواه ميدالياتهم او جوائزهم عن هذه الميداليات بالابطال الاولمبيين العاديين، وبالتالي بطل الذهب هياخد 1,000,000 جنيه، بطل الفضه او الحائز على ميداليه فضه هياخد 750 جنيه، والحائز على البرونز 750,000، والحائز على البرونز هياخد 500,000 جنيه. وده طبعا يعني خبر سعيد بالنسبه لنا، ده اقل حاجه ممكن الدوله تعملها لهم. وفي تكريمات بقى في كل مكان، وننتظر طبعا تكريم السيد الرئيس لهم باذن الله. اذا ابطال البارالمبيكس وحكاياتهم بقى من كل مكان، وهم بيجوا لنا من كل محافظات مصر، والنهارده هنحاول ان احنا نكرمهم ونسمع كمان تليفوناتكم وهي بتبارك لهم.